السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت عندنا هذا الفيديو هذا غنهضر لكم شوية على واحد الكابلاج ديال واحد الموتور كوميتاتور كوفري ديال الرولية هذا يعمل فيه واحد الديماراج كيدور طريوم بالكارطة الكوموند كتعطيهم الكارطة الكونتاكتور ديالنا هادو الطومبون هذا الكوميتاتور ديالنا هذا سعدي كنشرحو هو نهضرو على هاد الكوميتاتور هذا البروجمة ديالو كيدخل فيتاس الأولى والثانية وكيخرج فيتاس الأولى والثانية أنا عاد خدمت هادشي هذا هو عندنا هنايا هدا الكوميتاتور عندنا هنا كفر د الرولياج فيها الديماراج كيدور طريون وعندنا الموتور ديالنا هو فينا هو هاد الموتور دالاندر دو فيتاس الفيتاس الأولى والفيتاس الثانية كيدورنا الموتور هذا كيدورنا التوربينة هادي كيدور التوربينة هادي ها هو انا مازال مركب كلشي هادو مانكراوي ديالو بثلاثة هذا عندنا الموتور هذا التوربينة عندنا الموتور هذا كيدورنا التوربين ديالنا هادي موتور دالاندر دو فيتاس هذا كان تحرق عاد بوبينيتو ها هو تبوبينو دابا غنعاودو نركبوه فيتاس الاولى وهذه الفيتاس الثانيه وهي الفيتاس الاولى وهذه الفيتاس الثانيه في غروند فيتاس و بتيت فيتاس موتور دالاندر هذا ديالنا وهنا عندنا عاملين الديماراج ديالنا هنا كاين الديماراج ديال الوطري فالكوفريه جات من بعد نشرح لكم الكوفريه جات بوحدو الكوفري الروليج الديماراج كيفاش دعم الديماراج الشيما هنايا اطوال طريون ونشرح لكم هاد الكوميتاتور هذا هاد الكوميتاتور هذا كيفاش كيمشي مع هاد الكابل كيفاش كيمشي مع هاد الكوفر الروليج هذا فاهم الخط وهادي هي البريسو سطا د الريح البريسو سطا د الريح كتدخل لواحد 24 فولت هنايا ديال الكوموند ديالها وهي كتديكتا شنو كيقولو خدام بالريحة هي التوب ديالها خارج هنايا هي هادي الكومة ديالها خارج هنايا هادي تيرموستا هادي بريسوستا ديال هادو الكوميتاتور ديالنا صافا تري فازي هاد الكوميتاتور هادا تري فازي كيدخل كروند فيتاس بتيت فيتاس وكيخرج كروند فيتاس بتيت فيتاس تيرموستا في الرولياج ديالنا ها هو صافا هي الكروند فيتاس ها البتيت فيتاس نشرحو السوق ديالنا الكروند ديالنا باقي مبرونشي تمشي هاهوما الكروند فيتاس البتيت فيتاس المهم الخوت سعدي كنشرح لكم هادشي بالتفاصيل في الفيديو بغيت تكون واحد الفيديو الخير من ناحية الأمر هذا ركبت هذا ركبت الكوفريج هذا وعندي هاد الموطور هذا اللي قلنا موطور دالاندر كيدور واحد عند التوربين هذا كيسو كبير هاهو ان شاء الله انا بقى نشرح لكم حاجه بحاجه نشرح ان شاء الله هذا نشرح الكوفري ديال الرولياج نشرح ديك البريسوستا شنو الدور ديالها نشرح كيفاش كابلي للبلاكابور ديال الموتور بتيت فيتاس كروند فيتاس كيفاش تعرف شكون هي بتيت فيتاس وشكون هي الكروند فيتاس هنايا باش تعرف البلاكابور شكون هي بتيت فيتاس وشكون هي الكروند فيتاس غنشرحوها ان شاء الله ايوا الخوت تابعوني في القناه ديالي في قناه الفيديو ديالنا نشرت لكم هنا في هذا الفيديو غير واحد الشرح مبسط وصافي